سمعنا أنكم تقولون باجتهاد السيد محمد باقر الصدر، فهل هذا صحيح؟ نحن إذن بين فلسفتين. الرجل ده سوف يكون له شأن عظيم في يوم ما. لا مناص من إنشاء تيار معاكس. إحنا لازم نحمي منجزات الحزب والثورة. إني أخشى على الإسلام من هؤلاء. أنت عندك علم أن محمد باقر الصدر يمثل أكبر خطر يهدد الدولة؟ أريد أمن النجف يعتقل الاثنين. أنا الأوامر جتني من بغداد، أعتقله هو ومحمد باقر الحكيم. نقبض عليه ونعدمه. يعتقلوني أو أعدموني من حال حال الآلاف من الشهداء الذين أعدمهم النظام. عارف البصري، أنت ورفاقك متهمون بالخيانة والتآمر على الحزب والثورة. أي شاب يتردد على الجوامع معناته لو بحزب الدعوة لو بتنظيم إسلامي معادي للدولة. نعتقله ونعدمه. محمد باقر الصدر يريد يسوي دولة إسلامية بالعراق ويصير هو رئيسه. You must get rid of this man. أنا راح أكلفك بمهمة خطيرة. استعدوا لأزمنة عصيبة. يا تقصدك زمن وسباع تروحون وياي نفك الحصار عن السيد. هؤلاء الصبية سيموتون جوعا إذا استمرت الأمور وهكذا. رفض يتنازل ها؟ لن أتنازل أبدا وموقفي ثابت. أنا راح أعطيك فرصة أخيرة. لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الدليل ولا أقر لكم إقرار العبيد.